بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم طلاب اليوم حنتحدث ان شاء الله عن الكانديدا او الحاله المرضيه الفطريه اللي تسببها نوع من الفطريات اللي هي الكانديدا او اللي تسبب حاله مرضيه اسمها الكانديديسيس كانديديسيس هو اسم لحاله مرضيه اذا فنجل انفكشن هو اصابه فطريه تسببها خميره مهمه جدا وخطره جدا اللي هي تابعة إلى جنس الكانديدا طبعا الكانديدا بيها ما يقارب عشرين نوع من الخمائر وأشهرها والأكثر مور كومون أكثر شيوعا اللي تكون مرتبطة بالإنسان هي الكانديدا ألبيكنس الكانديدا ألبيكنس مهمة جدا نحفظها كانديدا ألبيكنس normally live on skin يعيش على البشرة على الميوكوس مembrane الطبقات المخاطية بشكل عام موجودة بدون أن يسبب مرض ولكن overgrowth نموها الغير طبيعي لهذه الكائنات may develop symptoms ممكن أن تعطينا أعراض وسبب لنا حالة مرضية الحالة المرضية للكانديديسيس أو المرض اللي سبب الكانديدا اللي هو الكانديديسيس var يختلف depending on area يعتمد على المنطقة التي يصيبها بالجسم there are نعم no. there is an increasing incident of infection هنالك زيادة بأنواع أخرى من الكانديدا اللي هي الكانديدا غالبراتا وكانديدا روجوزا which could be because they frequently less susceptible لأنها تكون أقل حساسية للمضادات الفطرية مثل الآزول antifungal antifungal يعني مضاد فطري Other medically important Candida species هي Candida Paracelosis و Candida Tropicalis و Candida Doblinis تنيفد انواع اخرى جيد. كانددا سبيشيز صفاتها شنو الجنرال فيتشرز مالتها طبعا هذا شكلها على المايكروجراف زين. نورمال فلورا هي تعتبر نورمال فلورا قلنا بالظروف الطبيعيه بس اذا ازداد عددها وضعفت المناعه حتسبب لي مرض. ييست لايك هي من انواع الخمائر. ريبرودكشن باي بودنج تتكاثر بالتبرعم ممكن زراعتها على الطبق الشكل مالتها تكون وايت ابيض على الوسط الزرعي اونلي كانديدا فقط الكانديدا بامكانها ان تكون ظاهره مهمه اثناء التبرع نصيح لها بالجيرم تيوب مهم جدا 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 هاي الكانديدا البيكنز ممكن ان تسبب جيرم تيوب اللي هو عباره عن انبوب هذا انبوب تكاثري او جيرم انبوب آه جرثومي نصيح له بالجيرمي تيوب فقط لا ننساها مهمة جدا فقط الكانديدا البيكنس تكون لي شنو الجيرم تيوب انواع الكانديدا البيكنس او عفوا الكانديدا كحالة مرضية أورو تصيب لنا الفم وخصوصا اللسان وهاي المنطقة اللي تحيط بيها الثرش كانديدا ذات ديفلوب ماوث اور ثروت السبب لنا إصابة بالفم والبلاعيم الثروت يعني الحنجرة الثرش أوروفرنجيال كاندييسيز نصيح له The most common symptoms الأعراض ال ال الشائعة of oral is white patch بقع بيضاء اه, تكون على التونغ على اللسان والأورال ميوكس ممبرين والطبقات المخاطية الأخرى هاي الحالة المرضية تكون غير شائعة بالأصحاء إذا واحد صحته ومناعته أوكي ما يصير عنده هيك غالبا يكون عند الأشخاص اللي عندهم ضعف مناعة. ريسك <applause> أوف أورال كانديديسيس هذا الحال الأورال أو الأورال فرنجيال شنو خطورتها؟ ماوث أند ثروت آر أن كومون قلنا غير شائعة بين الأصحاء ولكن عند البيبيز أوكي ممكن يكون بيها مشاكل عند الأطفال وعند ما آه اللي هم أعمارهم يكون One, uh, less than أقل من شهر A group of people طبعا اللي عندهم weak immune system ضعف مناعي اللي عنده AIDS اللي كبير بالسن اللي عنده سكر اللي مسوي عملية اللي اللي أي شخص عنده ضعف مناعي اللي عنده AIDS اللي عنده كانسر اللي تعرض إلى نقل أعضاء اللي عنده سكري آه, جماعة الكورتستيرويد الدنتروز ذني كلهم يكونون أكثر عرضة للإصابة بالاورال فرنجايتس ولكن الكبار الاصحاء يكونون قليلين العرضه لايف دايجنوسز تشخيص هذا النوع من الفطريات اللي هو الاورال كانديديسيس تيكينج سكرابينج ناخذ قشطه قشط للاريا للمنطقه اللي نريد نفحصها also however because candida normal inhabit بما انه هي ساكنه طبيعيه للجسم حيطلع عندنا positive culture و... و... يعني نتيجة موجبة اتسال. ثانيا مهم ايضا genital vulvovaginal candidiasis او ال VVC هو ال candidal اذا صابت الجنital الاعضاء التناسلية والمهبل بال خصوصا حيكون عندنا حالة مرضية نصيح لها في VVC او الفولفو فيجينال كانديديسيس اللي هو الجينيتال فولفو فيجينال كانديديسيس او نصيح ليست انفكشن يكون بالفيميل اكرز تحصل وان هنالك اوفر جروث اوف نورمال فلورا نرجع ونقول الكانديدا هي نورمال فلورا ولكن اذا صار بها اوفر جروث وزياده بالنمو بهالحاله حيكون عندنا أه, حاله مرضيه ومشكله أه, مرضيه وين بالچاينة؟ كانديدا إز اولويز بريزنت ان آند بودي سمول اماونت تكون بكميات قليلة بالجسم وين imbalance اذا صار عدم توازن بأعدادها وكمياتها بالجسم إيش حيصير عندنا وين normal acidity of vagina اذا حامضية المهبل changes اتغيرت or او النورمال فلورا او الهرمون العفوي بالانس تشينج تغيرت الحموضيه مال المهبل او تغيرت الهرمونات كانديدا البيكنز كان مولتيبلاي حتى تستطيع ان تتكاثر بشكل حاله مرضيه وتعطينا سيمتومز اوف كانديديسيس وتعطينا اعراض الكانديديسيس من الاعراض الها جينيتال اتشينج حكة بيرنينج حرقة سمتايمز كوتون تشيز لايك يكون خروج يعني مو الخروج عفوا شلون احنا نقول جراحة بس الجراحة تكون بشكل جبن جبن او قطني من الماء من الفاجينا ديسشارج <متنجة> جينيتال ماي اتشي راش مثل ما قلنا ريسك اوف جينيتال خطورة هذا المرض حوالي 75% of all women من كل النساء هاد at صار بيها على الأقل مرة بالإنفكشن ويا ويا الكانديدا بعمرها إذا ثلاثة أرباع النساء على الأقل صار بيهن مرة بالكانديدا إذا إيش قد مرض منتشر نعم Uh, one rare occasion بعض الاحيان ممكن الرجال ايضا يصير بيهم اثناء الجماع الجنسي uh, تكون خطيره سيفير ان بيبل خطيره عند الاشخاص اللي عندهم ويك اميون سيستم مثل ما قلنا جهاز مناعي uh, ضعيف. other conditions هنالك ظروف اخرى put a woman at risk تخلي المراه بخطوره اذا انصابت بهاي الحاله شنو هي؟ اولا اذا كانت بريجنسي كانت حامل عندها سكري اذا كان عندها استخدام واسع المدى للمضادات الحيويه وايضا تستخدم الاستيرويدات العلاجات اللي تحوي على الاستيرويدات لان هي ضعف الجهاز المناعي تشخيص هاي الحالة اللي هو VVC في سي او الفوفو فيجينال اللي الكانديدا اللي تصير بالجهاز التناسلي عند المرأة فيميل تشخيصها ناخذ سامبل من الفجاينة هاي السكريشنز هاي الافرازات اللي تصير بالفاجينا تاخذ من عندها عينه تفحص تحت المايكروسكوب حنشاهد الكانديدا البيكنز او الكانديدا بشكل واضح ايضا ممكن كالتشر ازرعها واشاهدها أه ولكن احنا الزرع not نوت اولويز useful مو دائما الزرع يكون مفيد ليش لان الكانديدا قلنا هي نورمال فلورا ممكن ممكن الكانديدا جتنا كنورمال فلورا مو كحاله مرضيه بس من ناخذ الافرازات والسكريشن هنا لا حنتاكد انه هي حاله مرضيه ثالثا انفيزيف الكانديدا الاجتياحيه هي عباره ايضا مرض فطري يحصل اذا الكانديدا او خمائر الكانديدا هنا جدا خطره انتر ذا بلاد ستريم دخلت الدم ومجرى الدم بهالحاله الحالة, الحاله المرضيه حنصيح الى كاندي كانديميا يعني وجود الكانديدا وين؟ بالدم وهذه اه تكون نادره رير in people نادره عند الاشخاص السيمتومز اعراضها اه فيفر الحمى تشيلز قشعريره اه دو نوت امبروف الانتي بايوتيك ما تفيدنا هنا لانه هو هو ييست خمائر ما راح تفيدنا الأنتيبيوتيك ولكن عندنا هذا الانفكشن سبريد ممكن ان ينتقل الى اذر اورجان الى اعضاء اخرى واجزاء اخرى من الجسم مثل الكلى مثل الكبد مثل العظم مثل العضلات مثل المفاصل مثل الطحال وحتى العين ممكن ان ينتقل الها هذا المرض وهنا أنا يعني بهالحاله اذا عندنا هاي الفطريات does not respond اذا ما استجابت للعلاج لازم نوقف العلاج ونبحث عن بدائل خطورته اذا وصل الى الدم لابد ان نروح الى المستشفى لان هنا حيصير عندنا ممكن ضرر شوك صدمه يحتاج الشخص ان يدخل الى العنايه المركزه من الاشخاص طبعا العرضه انه يصيرون بهذه الحاله من الاشخاص اللي يدخل للدم عندهم هذا اللي داخلين بالعنايه المركزه اللي عندهم عمليه جراحيه اللي عندهم خلل او قسطره بالسنترال فينوس بالاورده اللي عندهم ايدز وضعف مناعي الاطفال اللي اوزانهم خفيفه كل ذولا معرضين ان ينتقل عندهم الى الدم لاب دايجنوسز تشخيص المختبري بلاد كلتشر ننتبه بلاد كلتشر زرع الدم مو الزرع العادي لا نزرع الدم اللي موجود بالعينة ننتقل الى حال اف اه مرض او, او فطر اخر اه فنجاي اخر او ييست اخر اللي هو الكريبتوكوكس كريبتوكوكس اه ينمو كيست كخميرة الصيغه الجنسيه له هو التيلومورف ننتبه اللي دا احكي مهم الصيغه الجنسيه مالته هو التيلوفورم كريبتوكوكس ار فيلامنتاس يكون خيطي هاي اولا فيلامنتاس فانجاي ذا نيم اوف كريبتوكوكس از يوز وير ريفيرينج تو our yeast ستيت اذا كان بيطور الخميره اصيح له شنو اصيح له كريبتوكوكس، اوكي بس هو الاصلي مالته شنو فيلوبو واضح بس احنا نعتمد الكريبتوكوكس غالبا صفات العامه The cell these species are covered with thin layer. طبق الكائن هذا الخلايا مالته مغطاة بطبقة من ال كبسول اللي بيها جيلاتين تكون القوام مالتها مثل الجيلاتين. طبعا اللي تساعد على انه اخذ الغذاء من التربة اثناء معيشتها من الامثلة المشهورة الها اللي هو الكريبتوكوكس النيو فورم كريبتوكوكس النيو كبسول از ديفرنت هذا النوع شوية مميز ليش لانه هذا مهم ليش يكون الكريبتو نيوفورم نيو مهم الكبسوله مالته او يختلف خلينا نقول يختلف لان الكبسوله مالته غنيه بالجلوكورونيك اسيد اند مانوس هاي ذكرناها حتى مو احد يقول ما ذكرناها الكريبتو كوكس نيو مميزه لها اهميه لها ميزه لان مالتها الكبسوله غنيه بالجلوكورونيك اسيد اند مانوس وايضا تحتوي على الاو اس جروب وذني كلهن فانكشن تعمل كفيريولنس فاكتر عامل ضراوة يعني شنو؟ هاي النوع من الفنجاي تكون أكثر شراسة بالإصابات وبالالتهابات عامل ضراوة بالإصابات طبعاً هذا شكلها بالمجهر Infectious species عندنا 37 نوع من آآ آآ هذه الفطر من الكريبتوكوكاس يعني يعني تاكسونوم يعني تصنيفها تم اعاده تصنيفها غالبيتها ليف ان سويل يعيش بالتربه وغير مؤذي للانسان ولكن يا هي عندنا مؤذيه كريبتوكوكس نيو فورم لا ننسى زين انواعها فيري كومون سبيشيز الانواع الشائعه كريبتوكوكس لورنتي كريبتوكوكس البيداس اوف اول سبيشيز كريبتوكوكس

كريبتوكوكس لورنتي والكريبتوكوكس البيداس هاف بين نون احيانا تسبب مرض والامراض مالتها تكون بسيطه او ممكن تكون بسيطه ممكن تسبب سحايا اذا بالاساس عندنا النيو واحيانا هذا النوعين ممكن ان يسبب مرض خصوصا للي عندهم ضعف مناعي جماعه الاتش اي في والكانسر واللي ياخذون كيموثيرابي وغيرها نجي على الكريبتو كوكس النيو فورم اللي قلنا عليها مهمة هي most prominently important هي اللي تكون أكثر أهمية لأن تسبب لنا حالات مرضية ممكن تسبب لي سحايا خصوصا عند الأشخاص اللي عندهم ضعف مناعي أو نقل أعضاء أو اللي عندهم كانسر يأخذون علاج النيو فورم هي موجودة وين بالدروبينج اوف وايل بيرد ممكن موجودة على الطيور الطبيعية تسقط على البيجيونز عن طريق الاتربة عن طريق الكذا عن طريق البيتس الحيوانات انهال ذا داست شم التراب تنتقل الى الانسان ممكن ان تنزل على النايجر اور بيرد سيد اجار ممكن زراعتها هاي الكريبتوكوكس نيوفور منتجة لصبغة الميلانين وبالتالي صبغة الميلانين اللي هي صبغة الشعر وبالتالي اذا زرعناها على وسط تطينا لون براون كلر يجيك بالامتحان ليش تطي براون كلر لان عندها صبغة الميلانين which cause the colonies brown believe that melanin production important وهذا الميلانين يعتبر ايضا من عوامل الضراوة والشراسة لهذه الفطريات هذا هو البيرد سيد الأجار اللي تنمو عليه الكريبتوكوكس نلاحظ لونها شلون جون جوزي براون بسبب وجود الميلانين عندنا انواع اخرى من الكريبتوكوكس ممكن تكون كريبتوكوكس جاتي البيداس كل هذه انواع ممكن تكون الكريبتوكوكس جيد أنتيجينيكس تراكيبها الانتيجينيه اللي تغلفها وتكون على سطحها وتحفز الجهاز المناعي بها بوليس كبسول كرايد بها كبسول اله في التراكيب كيميائيه انه 1 تو 3 لينك بوليمرايز باك بون مثل ما قلنا جلوكورونيك اسيد بها مهمه. ديورنج انفكشن خلال الاصابه ذا كبسول بوليسكرايد هذا الكبسول اللي يغلف الكريبتوكوكوس solubilize in spinal fluid يذوب وين بالحبل سائل الحبل الشوكي يذوب بالسيرم الكبسول يذوب بالادرار لذلك وممكن and كان be وممكن اكشفه باختبار الأغلوتينيشن مع اللاتكس ممكن اكشف عنه وهو يعتبر في التيست لدايجنوس لكريبتوكوكس وممكن اذا كان اكو أنتيبادي ان اقيسه امراضية هذه الفطريات اللي هي كريبتوكوكس اول شيء الانهاليشن عن طريق استنشاقها مثل ما قلنا بالتربه وبالحيوانات ممكن ان استشرق استنشقها أه تحتوي على الكبسول مثل ما قلنا عن طريق الرذاذ الايروسولايز استنشقها حتدخل الى البرايم الى الرئه فيصير عندي برايمري بولموناري انفكشن دخلت الى الرئه ممكن تكون ما بيها اعراض ممكن تكون اعراضها مثل الانفلونزا بالبدايه بعدين اذا شخص عنده كومبرومايز عنده ضعف مناعي حتبدي هاي الخمائر الكريبتوكوكاي بالتضاعف وتنتشر الى اجسام اجزاء الجسم تصل الى الجهاز العصبي المركزي مثل ما قلنا تسوي سحايه او اذر common سايت او تنتقل الى اماكن اخرى مثل البشره مثل العين من غده البروستات وهناك تبدا باظهار الاعراض واحداث الحاله المرضيه بالنسبه للكلينيكال فايندنج لها كرونيك منينجايتس ممكن يصير بها سحايا مزمنه للاشخاص المصابين بها اعراضها مشابهه لسرطان الدماغ اوكي ايضا حيكون خراج وجراحه من الدماغ ومن اعضاء الحبل الشوكي ايضا السيربرال بلويد سائل الحبل الشوكي برجر ممكن يختلف حيتغير عندنا نسبه الجلوكوز بسائل الحبل الشوكي حتى, حتى ينخفض مستواه ليش الجلوكوز بسائل الحبل الشوكي حينخفض مستواه لان هاي الخمائر حتتغذى على هاي السكريات اللي موجوده بسائل الحبل الشوكي لذلك مستواها حينخفض جيد مثل ما قلنا مرضى الايدز يكونون اكثر عرضه بها ومرضى ضعف المناعه تشخيصها بما انه هو فطريات تصيب الحبل الشوكي وتصيب الجهاز العصبي اذا العينه مالتي من الحبل الشوكي او من الخراج اللي يكون او اخذ سبيوتم اذا كان بالمراحل الاولى للصيب الرئه او اخذ دم او يورن اوكي اذا اخذنا سائل الحبل الشوكي اسوي له سنترفيوج حتى تركز البكتيريا جوا عفوا الكريبتوكوكس الفطريات جوا اخذ هاي الفطريات اباوعها بالمجهر وازرعها مجهر او زراعه وابدا بتشخيصها عن طريق دي انك هاي الصبغه المشهوره واشوف الكبسول مالتها هذا هو الكبسول مالتها دا لاحظوا شلون مثل الهاله تغطي الفطر زراعتها للكريبتوكوكس هاي الكريبتوكوكس آه <applause> الكريبتو النيو فورم تعيش على وسط مثل ما نشاهدها كلتشر كان بي اشاهد الزرع خلال 37 بدرجه حراره 37 آه طبعا الميديا راح اخلي لها ماده كذا معينه اختبار الأوكسيديز حيكون اللاكتوز ميلانين هاي البكتيريا هاي الفطريات عفوا الكريبتوكوكس منتجه للميلانين ايضا نتابعها ونشوف الصبغه اللي تفرزها اختباراتها المصليه كان بي بيرفوم اشوف السائل الحبل الشوكي اشوف الانتباديات بالسيرام بسائل الحبل الشوكي اشوف الكريبتوكوكس انتيجين اشوفه بمرضى السحايا بنسبه 90% يظهر طبعا تريتمنت العلاج يكون نوعا ما مفيد له العلاجات ولكن مرضى الايدز ومرضى الضعف المناعي شوي العلاج يكون عندهم بطيء هذا علاجهم مجموعة من الكومبينيشن كومبينيشن من الانتي ثيرابي اللي هو الانفوتيرسين والفلوكوساتاسين ذن هي خلينا نقول فت كومبينيشن تستقبل للامراض الحالات اللي يصير عندهم من انجايتس سحايه ايضا مثل ما قلنا تضاف هذه المادة بس عندنا جماعة الايدز والاولموست ريلابس يعني ما راح تكون عندهم فد فائدة مجدية ويحتاج علاج مستمر وممكن نضيف لهم مادة ثانية اللي هو الفلوكوزازول ذن نضيفهم ايضا لتقوية الحال لان ابو الايدز يكون عنده ضعف مناعي وبائيتها مثل ما قلنا بيرد دروبينج يعني اللي الامور اللي تطرح من الطيور تحتوي على الكريبتوكوكس نيوفورم وهي هذه الطيور تك وهذه الساقطات الامور تسقط من الطيور هي تعتبر شنو الريسفوار هي الحاضنه لهذا الالتهاب نوت انفكتد جماعه الايدز ذكرناهم جماعه السحايا ننتقل الى نوع من الفطريات اللي هي الفطريات الانتهازية ونقصد بالفطريات الانتهازية هي الفطريات اللي تستغل ضعف الجهاز المناعي حتى تنشط بنسيليوم بنسيليوم اسم الفطر بنسيليوسيس اسم الحالة المرضية إز the genus Ascomycetes fungi. Major important من الفطريات المهمة بالبيئة وبالتغذية. The genus Penicillin molecule طبعا هذه ال Penicillium تنتج البنسلين اللي هو مضاد حيوي احنا لهنا فائدة بيها اللي مضاد الحيوي يقتل الفطريات ويقتل الكذا وإلى آخره البنسيليوم البنسي بها ما يقارب 300 نوع آه هذه انواعها which represent وهي مهم جدا تعتبر خطرة ليش قلنا انتهازية لان تنتهز ضعف الجهاز المناعي جيد منو عند الضعف بجهاز المناعي هياتها تشكل خطر للاصابة جهازية to AIDS patient إلى الأشخاص اللي عندهم إيدز تنتهز ضعف جهازهم المناعي penicillium آه, فتسبب لهم مرض واضح جيد هذا النوع من ال ال penicillium آه, منتج لجبن الكامبرت يعني هاي هنا فوائد يعني هذه كلها فوائد بس احنا ناخذ الجزء اللي يضر عندنا البنسيليوم الكرايزوجينوم منتج لانتيبايوتيك منتج للمضاد الحيوي كل هن اغلب البنسلين يستخدم لصناعة الجبن واقعا عندنا نوعين من الفيركوسا والفيريديكام منتجة للأوكراتوكسين هذه ايضا من السموم والتوكسينات اللي تنتجها هذه الفطريات جيد كاركترستيكس صفات البنسلين او هذا البنسلين المجموعه الثالث او المايسيليوم الخيط الفطري مالتها يكون هايلي برانش جدا متفرع وعالي التفرع سبتيت مفصول كلرلس هايفه الهايفه تكون بدون لون طبعا bearing individually constricted سبور يحتوي على هذه الكونديوسبور اللي تكون dispersal روت of فانجاي طريقة انتشارها هي الكونديوسبور جيد طبعا يكون لونها اخضر sexual reproduction involve ايضا تشترك بها يعني بها تكاثر لا جنسي وتكاثر جنسي التكاثر الجنسي هو الاسكوسبور commencing with fusion with archegona اللي يرتبط بالarchegon والانثريديوم يعني اللي يكون هذا الذكري والانثوي which with with sharing of nuclei يعني ومن يتحدون حيتشاركون الانويه ويصير الكائن والتكاثر ايكونوميك فاليو القيمة التجارية لهذه البنسيليوم قلنا البنسيلينات البنسيلينات تلعب دور مهم بالقيمة الغذائية لانها مصدر لصناعة الجبن مهم هي مثل ما ذكرناها الانواع هي مصدر لصناعة السوسج ايضا آه هي تمنع الفطريات البنسي تمنع نمو البكتيريا والفطريات الأخرى المضرة يعني تتنافس معها وتمنع نموها هاي واحد هنا أنا هنا اثنين آه production of food industry ثلاثة في الصناعات الغذائية منتجة لكثير من الإنزيمات اللي ممكن أن نستخدمها بالتجارب البحثية نعم بريك داون تكسر لنا كثير من المواد منتجه للبنس انتي هنا أنا خمسة هنا أنا ستة منتجة للمضادات الحيوية فإلها فد أهمية جدا جدا كبيرة هاي شكلها قلنا متفرعة سبتيت مقسمة شفافة ننتقل إلى البنسيليا مارنيفي اللي هي تستخدم uh, يعني هذا النوع من الفطريات ما إلها دور بالإصابات المرضية للإنسان آه هذا النوع ديسكفر ستة وخمسين Thermally species نوع يعني آه إلى قدرة على التحمل الحراري ممكن أن يسبب lethal systemic infection ممكن أن يسبب مرض جهازي مع الاعراض مشابهه للامين انيميا والكريبتوكوكوكس وبائيه هذه الحالات المرضيه مثل ما قلنا نرجع ونقول هذه النوع من الفطريات انتهازيه بس نسمع opportunistic يعني تستغل ضعف الجهاز المناعي البنسيليوسز عند الايدز واو بنسبة هلقة بالمية لو نلاحظ النسب مثل اللي مسوي لكم في مراجعة نسب المئوية بالدول للأشخاص اللي عندهم إيدز جماعة الإيدز جماعة الإميونو كومبرومايز النقل الضعف المناعي نقل الأعضاء طبعا الأشخاص مثلا الشئلان أنه بآسيا تنتشر الإيدز سفرينج فاوند المارنيفي هذا نحكي على هذا النوع موجود بقذارات قذارات ال... الرات الجرذان يصل الى الليفر الى اللنج الى السبلين واقعا يعني الى فد تاثير والى فد نوع انتشار clinical presentation sign of endothelial system يؤثر على الخلايا بالرتيكولا endothelial system يعني جهاز الدوران يسبب لنا uh, يعني هيمات هيبا تضخم بالكبد سبلينوميغالي تضخم بالطحال أيضاً يؤثر على الريسبيروتوري سيستم ممكن يصير عندنا فيفر تشيست بين حمى ألم بالصدر وغيرها من الأعراض الروتينية وممكن قد تصل إلى الجهاز الهضمي ويصير عندنا ديارية <applause> هذا المارنيفي طبعاً هذا مهم صار أكثر من مرة ينذكر هاي المحاضرات هي محاضرات التقنية فهاي مهمة اللي هي عبارة عن ثيرمال مثل ما قلنا نحفظها مهمة ما ننساها هذا النوع بينسيليوم مارفيني هذا المثال المذكور مهم ينحفظ هو وتفاصيله جميعا كبت إن مايند ذات هيومن إذا نريد نزرعها نزرعها من البون مارو او من السكين او من الدم او من السبيوتم من القيء او السبيوتم اللي يطلع البلغم من الجهاز التنفسي بليتنج سامبل نزرعها على وسط السابرويد اجار بدرجة حرارة 30 وبعدين 37 يطلع لنا شكلها مظهرها فلافي وايت تكون بيضاء وبعدها تتحول الى اللون الاخضر ريت بيجمنت تكون بها صبغات تظهر على البليتة اندر مايكروسكوب يكون شكلها شكل البنسيليوم العادي بها بها خيوط مايسيليوم سبتيت وبرانش متفرعة وسبتيت مقسمة نعم these colonies can uh, cerebral form involve smooth تكون يعني هذه المز يعني هذا على الطبق من تظهر تكون بشكل املس بيها لون تكون بيضاء تكون كريميه احيانا تكون كذا تظهر الخيوط الفطريه مالتها يعني تصعد فوق الخيوط شلون العفن اللي يصير على الفواكه تصعد الخيوط الفطريه مالتها فوق سيجمنتد مثل ما قلناها اكثر من مرة والتكاثر مالتها قلنا ممكن يكون جنسي ممكن لا جنسي ذكرنا هنا عندنا حتى ليش هنا ذكرنا نعم ذكرنا هنا أهميتها من لا ننسى هذا الموضوع هنا ضعف الجهاز المناعي هنا اقسامها واجزائها هذا يعني شيء مهم خصوصا هاي الاعراض السريريه خلينا نقول عليها نعم كروس انفكشن جيد ممكن يشخصها يعني كتشخيص لها ممكن يشخصها قلنا على الطبق ممكن يشخصها على المجهر ممكن يشخصها بجهاز بالسيرم باليورن بالسيرام يورين بالبي سي ار اللي هو ابحث عن الماده النوويه مالتها دي ان اي او الار ان اي ابحث عن الماده النوويه مالتها علاجها لازم يصير بشكل سريع يؤخذ الامفوتريسين بي عشر اسبوعين من هذا و اسابيع من الاتراكونزول هذا هو العلاج مالتها السكتوال برودكشن للبنسيليا مارنيفي الجنسي سكشوال assumed to reproduce exclusively by a sexual mean ممكن تتكاثر لا جنسيا أه حسب ما اشارت الدراسات جين required for meiosis يصير بيها انقسام الميوسيز ايضا بعض الادله قالت انه ممكن يصير evidence of mating اقتران لنا ل... ل... اقتران بين سلالتين او نوعين او من من هذه البنسيليوم ويصير بيناتهم جينيتك ريكومبشن تبادل للماده الوراثيه لخروج سلاله جديده خلينا نقول متنوعه وراثيا هاي لو نلاحظ هذا لونها هذا شكلها بالمجهر هنا شكلها على الفاكهه البنسيليوم اللي هي المعروفه نجي الى السيستميك مايكوسيز او الاصابات الفطر الفطريه الجهازيه من الامثله عليها الكوكسيديوتس مهم جدا كوكسيديوز اميتس هي دايمورفيك سابروفايت رمية التغذية تحتوي على مايسيليوم تحتوي على خيوط فطرية موجودة على السويل موجودة على التربة produce كذا from موجودة بعدة دول أوروبية كوكسيودس إيميتس إز <دورمنت> تكون ساكنة خلال الفترات المواسم الجافة أه ممكن تتحول إلى مولد لونج خيوطها الفطرية طويلة أه ممكن تكون لنا سبور ذا سبور سبورات هنصيح لها بالآثروكونيديا هاي أيضا تؤشر نعم soil construction farming تكون موجودة عند المزارعين بالتربة غيرها مثل ما سنة السبعة وسبعين صارت بها حادثة وأدت إلى عدد من الوفيات البلاستو مايسيت درمتايدس. هذا نوع آخر بلاستو مايسيت درمتايدس. هو بلاستو فنجال انفكشن يصيب الإنسان ويصيب الحيوان أوكي ذا كاجوال ايضا يعيش على السويل وبالظروف الرطبه على الخشب المتحطم موجود بالليك قرب البحيرات والانهار ومجرى المياه ايضا يطئ من من الدبرز من من بقايا ومتحللات النباتات والحيوانات مستوطن بايسترن نورث امريكا جيد موجود بعده جبال بعدة مناطق بعدة دول وحتى بالهند يكون موجود سيميلر ايضا مشابه لجروث سابقاته يعيش بدرجة حرارة ينمو بدرجة حرارة 25 على الطبق ان انفكتيد هيومن اذا صاب الانسان او الحيوان يتحول and become large sealed budding يتحول إلى خلية متبرعمة كبيرة واضح خلية متبرعمة كبيرة تريتابل قابل للعلاج عن طريق الانتي الادوية المضادة للفطرية مضادة للفطريات اذا شخصناها بسرعة وفي وقت ملائم هاي نلاحظ انه شكلها نجي على نوع اخر اللي هو الباراكوكسيودز براسيلنسيس باراكوكسيودز هذه الباراكوكسيودز براسيلنس ثيرمال دايجمو ايضا ثيرمال فنجاي موجوده بالبرازيل وساوث امريكا امريكا الجنوبيه appear ان تو بالمناطق المائيه نعم شكلها شكل الويل ويل لايك شيب هذا شلون الويل مال السيارة ويل لايك شيب هي من الاسيستميك مايكوسيز من الفطريات الجهازيه يعني تصيب الجسم وتكون اعراضها تشمل الجسم كله تدخل عن طريق الجهاز التنفسي الى الطبقات المخاطيه أخطيكم المخ السلسله مال اصابتها الجهاز التنفسي ميوكوس ممبرين الطبقات المخاطيه بعدين تروح الى اللمف نود الى العقد اللمفاوية بعدين الى العظام بعدين الى الرئتين مثل ما قلنا جهازيه يعني تصيب كل الجسم تصيب الاميونو كومبتنت هوست يعني على عكس سابقاتها سابقاتها كانت تصيب الاشخاص اللي عندهم ضعف جهاز مناعي هاي لا حتى تصيب الاشخاص اللي عنده قوه بالجهاز المناعي يعني لها قابليه شرسه Uh, probably protective يعني هاي فد صور للاصابات اللي تسببها نجي الى الهستابلازموسيس مهمه انفكشن كوز باي بريثينج هو عباره عن اصابه تحصل نتيجه لبريثينج استنشاق السبورات منين تجي هاي السبورات اللي موجوده بالطيور بالبات بالخفافيش بال يعني الامور تسقط من عندها هيستوبلازموسيس اللي يسببها الهيستوبلازما هيستوبلازموسيس شائعة جدا وين فيس اذا صارت سبوراتها بالهواء حيصير بها خطورة هاي الامور اللي تسقط من الطيور والخفافيش على التربة تنتقل الى الفلاحين أه طبعا حيكون عرضه للاصابه بهذا المرض بيبول كان جيت هيستوبلازموسيس يصير الاشخاص بيهم الهيستوبلازموسيس اذا ما استنشقوا السبورات من الهواء دونت جيت سيك بالرغم من انه الاشخاص اذا استنشقوها دونت جيت سيك ما يتمرضون راسا ممكن يصير عندهم فيفر قحه فتيك تعب ولكن people who get histoplasmosis will get better without medication بعضهم ممكن انه يطيب بدون شنو علاج ولكن بط ولكن البعض اللي عندهم ضعف جهاز المناعي لا حيصير عندهم ديفلوب انفكشن حيصير عندهم اصابه ايضا شلون نلاحظ هنا الفطريات باستثناء هذا النوع هذا يصيب الكل بس قبل هاللي حكينا قبل كم نوع كلهن كانت تصيب اللي عندهم ضعف جهاز مناعي تنشط بيها اكثر اعراضها فيفر كف قحه سخونه تعب تشلز قشعريره وجع بالراس الم بالصدر اعراضها تظهر من 3 الى 17 يوم تبدا بظهور الاعراض شلون اشخصها اخذ خزعة بايوبسي من الرئة او من السكين او من الليفر او من البون مارو او افحص الانتيبوديز وين بالادرار والانتي بوديز وين بالدم اشوف اكو انتي لو لا افحصها واكشف عنها نعم كلتشر ممكن ان ازرعها هيستوبلازموسيس كابسولوتم هيستوبلازما هيستوبلازما كابسولو هذا طبعا مثال للهيستوبلازموسس اكزامبل يعني نوع فطريات هاي فطر شلون اكو بكتيريا اسمها ايكولاي هاي فطريات اسمها هيستوبلازما كابسولوتوم هيستوبلازما تام تمت يعني تمتلك تقريبا كل صفات الهستوبلازما اللي حكيناها قبل شوية موجوده بالتربه موجوده من الطيور تسقط القطيع انشم انهال انشم السبورات مالتها عن طريق الرئه ايضا اذا تنفسناها بالبدايه ما نتمرض اوكي نفس الكلام السابق بس تصير عندنا اعراض خفيفه بس عدة الاشخاص اللي عندهم ضعف بالجهاز المناعي ايش حيصير بيهم حيصير بيهم انفكشن التشخيص مالتها مماثل ايضا اشوف الانتيباديات عند الاشخاص ممكن ازرعها للفطريات اصبغها اخذ عينة من السيرم او سائل الحبل الشوكي او اليورن ابحث بيها عن الانتيجين وعن الانتيبادي. الاختبارات المصلية للهستوبلازما كابسولوتم نقيسها بالاميون ديفيوجن ميثود هاي الطريقة اخدتوها انتو بالمناعة أه وابدي اكشف عن اسوي فكسيشن واكشف عن الأنتيبوديز والتفاصيل اذا كلتشر ازرعها نعم ممكن ازرعها. وش وقت الزرع شو وقت يصير مفيد اذا كان عند الشخص المصاب جماعه الايدز ضعف مناعي يصير عندهم كرونيك بولموناري اصابه بالرئه مزمنه فاخذ القيح او اخذ خزعه من الرئه وازرعها حتبين عندي وتنمو هذه الفطريات. سبيوتا مثل ما قلنا ناخذ القيح انزرعه أه نعم ممكن شلون اكشف عنها اذا بس بالنسبه للدايجنوسس عندي طرق اما واحد سيرولوجي اثنين كلتشر ثلاثه انتيجين انتيجين يعني اكشف عن الفطر او أجزاء بشكل مباشر ديتكشن اوف انتيجين بشكل مباشر وهذا يساعدني في حالات الابيديميك اذا ما صار وباء اكشف عنه بشكل مباشر فنجل او آه يعني هاي من الطرق التشخيصيه بتصبيغ تصبيغ الفطريات نعم عندنا السيلفر ستين للتشو اصبغ النسيج هاي نحفظهن حفظ هي كلها حفظ بس يعني هنا في التركيز يصير الرايت ستين اذا كانت العينه مالتي بلاد بيريفيرال بلاد تسمح لي ان اشغصها واصبغها واشاهد الفطريات تحت المجهر لمجموعه من الفطريات كلها نستخدم ذني الطرق لكتشر 10 اخيرا انه شنو هي المضادات الفطريه ندري احنا المضادات الحيويه تستخدم ضد البكتيريا المضادات الفطريه من اسمها فطريه تستخدم ضد الفطريات نصيح لها فنجي قاتله للفطريات اوكي اللي تمنع الاصابات بمختلف انواع كلاس اصناف وانواع اولا كلاسز اولا بولين أنتي الصنف الاول من مضادات الفطريه هو البولين أنتيفانجل البولين موليكيول هي عبارة عن conjugated double bond يعني double bond موجودة بين المركبات أه تحتوي على الهيدروكسيل ريجن اوكي يعني تكون بشكل conjugated بشكل أه مرتبطة the polyene antimicodes bind مرتبطة مع sterol fungal واضح اي تغير اي تغير بالحراره تبدي هاي المركبات ب تاثيرها على الفطريات يؤدي الى مقتلها يغير ب توكسيسيتي يعني طبعا تكون السميه للفطريات طبعا المضادات الفطريه بيها في نوع من المساوئ اذا بتراكيز عاليه ممكن تكون سامه للانسان مثل هنا عندنا اذا يعني هاي الحالات تكون هيومن توكسيسيتي ممكن تكون سميه على اليمن على الانسان ممكن تكون سميه على اليمن على الجهاز النيوروتوكسيك سميه على الجهاز العصبي فهنا هو يعني ليش نقول احنا علاجات الفطريه مزعجه لان يعني اختياراتنا من العلاجات قليله من الامثله على هذا الكلاس على هذا الصف الصنف هو ام بي 3 سين بي كانديديسيم فيلبين فيلبين هامايسين ناتامايسين نستاتين نستاتين هذا مشهور احنا نستخدمه بشكل كبير وامن والريماسيدين الفيلبين توكسيك يكون ممكن يكون سام اذا ارتبط بالكوليسترول اوكي نجي الى الايمادازول ترايازول ثايازول ذني كلهن ايضا آه ثانيا مجموعة من الانتي فانجل دراج مضادات فطرية شو تسوي؟ يعني اش تشتغل على الفطر؟ شو تسوي بالفطريات؟ تثبط بالفطريات انزيم هذا الديميثيليز يعني شلون نقول هنا طريقة عمل الانز عمل المضاد ضد الفطريات شلون ده يشتغل ايش يسوي بالفطريات حتى يقتلها يثبط انزيم مهم عندها اللي هو الدايميثيليز لانسول 14 ألفا دايماثيليز اللي هو يثق ضروري هذا الانزيم بتحويل اللونستيرول الى ارجسترول يثبطها حيوقف شنو حيسوي ديستراب يدمر الممبرين مال الفطريات يدمر ويمنع تكوين غشاء الفطريات وبالتالي حتموت الفطريات وتتحلل مثال الإيميدازول اللي هي ذني ترايازول والثيازول حتقولوا لي دكتور نحفظهن او لا هو المفروض كل شيء نحفظ بس انتم تكونوا تعرفون شنو هو الإيميدازول فد كم مثال عليه الترايازول فد كم مثال عليه او هي هاي العائله كلها يعني عائل الكلاس هذا كل هذا الكلاس الثاني شنو هو شلون يشتغل ايش أه حيأثر على الممبرين مال الفطريات ويمنع نمو الفطريات يعني على الاقل المود اوف اكشن مالته يكون مهم هذا مهم بني كل كل نوع هنا ألمانيز انهبت حيأثر على انزيم الاكسبوديز وهو انزيم ضروري لتكوين الأرجوستيرول سينثيسيز ايضا على الغشاء يشتغل ثانيا عندنا ايكاينوكاندين هذا سيستميك يوز يستخدم عدما عند الاصابات الفطريه عد الاشخاص اللي بيهم سرطان هذا النوع مهم ممكن اشخاص عندهم بيهم اميونو ضعف مناعي ايش نستخدم اليوم نستخدم هذا المضاد الفطري اللي ايش يشتغل يثبط تصنيع الجلوكان مع الجدار يثبط تصنيع الجلوكان اللي, اللي موجود بجدار الفطريات وهاي امثلته جيد طبعا هذا الدواء اذا اخذ شخص حيوصل الى موقع والسيستم يعني ينتشر بالجسم بشكل مواقع وينتشر بشكل جهازي فكلش مهم هذا مهم اذر انزيمز انواع اخرى من الادوية ممكن اوينتمنت ممكن مرهم مثل البنزويك اسيد ايضا ممكن هو يكون انتيفانجل مضادات فطرية تتداخل مع الممبران ترانسبورت مع الغشاء الخلوي للفطريات ويمنع العمليات الايضية ايضا عندنا مجموعة كبيرة موقعا من المضادات الحيوية امثلتها كل وحدة هنا نتأثر على الانزيم الاكسبوديز هنا عندنا مشتقة من الاويل وإلها في التأثير مضاد فطري ومضاد أيضا بكتيري السايد افكت هذا اللي ذكرنا عليه السايد افكت أو التأثير الجانبي cause allergic people ممكن يسبب لي حساسيه للانسان ممكن يكون انافايلاكتيك الى تاثير صدمات على الانسان يسوي ممكن هذا الدراج انتر اكشن ممكن يتداخل مع وظائف الجسم فائله في التاثيرات مثل ما قلنا ممكن يكون توكسيك ممكن 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 توكسينات يعني إلا في التاثير ثالثا رابعا تاثيرات سميه على ال الفطريات. ميكانيزم of action وظيفة عمل هذه الفطريات antifungal عموما مضادات الفطرية. exploiting differences between mammalian and fungi هذه العلاج تأثر طبعا تميز بين الفطريات واللبائن هاي اولا to kill the fungal يقتلنا الفطريات فقط ونحاول يكون فيور ادفيرز تاثير جانبي ضعيف للانسان يقتل الفطريات بس مع تاثير ممكن واحد يقول زين دكتور ليش يخاف منه ياثر على الانسان لان الفطريات والانسان الخليه ثنينات خلايانا هي حقيقيه النواه فممكن العلاج اللي يقتل الفطريات يقتل الانسان يقتل خلايا الانسان لان خلايانا اثنيناتها هي حقيقيه النواه واضح على عكس البكتيريا اللي اللي خليه الانسان حقيقيه النواة وخليه خليتنا حقيقية النواة بينما خليه البكتيريا بداعية النواة. الفطريات لان احنا والفطريات خلايانا اثنيناتها حقيقية النواة. اوكي؟ لذلك ذس مي از من الصعب انه نكتشف علاج ضد الفطريات وبشرط شنو؟ بشرط without بدون ما يأثر على الإنسان أو خلية الإنسان لذلك الانتي فانجل دراك كوز سايد افكت لها في التأثيرات جانبية جدا عالية بعض من عدها life threatening تهدد الحياة وتكون خطرة ضد الحياة وما ممكن نستخدمها بشكل كبير شكرا للاستماع